ورجعنا في البيت الكبير ومعايا النهارده اتنين من اساطير الكرة. معايا الكابتن اسلام الشاطر. اهلا وسهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن مهند. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعايا الكابتن بيرسي تاو. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. حابب اسال حضرتك سؤال يا كابتن بيرسي. دلوقتي ما هي احلامك بالنسبه للنادي الاهلي؟ من الواضح أني أريد أن أفوز في كل البطولات، أريد أن أشارك في صنع التاريخ، وأيضا أن أشارك بصورة إيجابية مع النادي ومع زملائي، وأعتقد أني في موقع يؤهلني لذلك ويؤهل زملائي لأن نفوز. أنا واثق طبعا أنك تقدر على ده. حابب أسأل سؤال للكابتن إسلام. تفضل. هل حضرتك شاركت في بطولات كتير قبل كده مع النادي الاهلي؟ اكيد مظبوط. هل كان ليك فرصه انك قابلت كريستيانو رونالدو او ميسي؟ كريستيانو رونالدو او ميسي؟ لا، ماتش في ماتش المقاويه بس انا ما لعبتش، كنت مصاب. النادي الاهلي كان لكن قابلتهم. قابلت ميسي. قابلت ميسي. تمام. شفته كده من بعيد ما قابلتوش، يعني ما رقصنيش. انت بتشجع برشلونه ولا ريال مدريد؟ لا انا يعني مش مهتمه قوي، لكن ساعات كده لما بتفرج بحب ريال اكتر. طيب اشمعنى بقى بيرسي تاو؟ يعني اشمعنى لما عرفت ان بيرسي تاو معانا عايز تيجي وبتحب بيرسي تاو؟ يعني هو ما بقالوش الراجل شهرين ثلاثه في مصر يعني. لا هو بيرسي حد ناجح. بيرسي نموذج للاعب المثالي. انا بحبه جدا وبحب رقصته قوي، نفسي اشوفه النبي. عايز تشوف ايه؟ عايز اشوف الرقصه. تشوف رقصته؟ ماشي، هنحاول. طب بص يا بيرسي، عايز اشوف الرقصه والنبي. قول له عايزين نستنى الرقصه. قول له نستنى اليوم 22. الطاوله قريبة، لا أريد أن أصيب. احنا عايزينه يكسب إن شاء الله يوم 22 إن شاء الله السوبر الأفريقي. إن شاء الله نكسب والأهلي يرفع راسنا ومعانا بيرسي تاو، فإن شاء الله يعني الدنيا تمام. ممكن أقرأ بعض التعليقات اللي الناس بعتها عليك يا مهند؟ طبعا. بعد إذنك يعني؟ طبعا. إيه رأيك؟ طبعا. ممكن تاو نقرأ بس شوية تعليقات من الجمهور بعتها، لأنه الحقيقة جمهور النادي الاهلي. عمرو بيقول انت الان يا بيرسي في افضل نادي في القاره ونادي القرن. كينج حسام بيقول الحمد لله على السلامه، اشكرك جدا وتحياتي لحبيبي مهند. اهلا وسهلا. والنجم الكبير بيرسي تاو، يا ريت في نهايه الحلقه نشوف الرقصه بتاعته. يا رب. برضو الناس كلنا عليها والله، كلنا مصممين عليها. علاء بيقول تحياتي للشاطر، اشكرك جدا، سلم لي جدا على مهند وقول له ان احنا بنحبه جدا. اهلا. والله بحبك جدا والله. وقول للبيرسي تاو هيبقى اسطوره في الاهلي. احمد ابو زيد لكل جماهيرك يا استاذ اسلام. من القلب. حلوه يا استاذ اسلام دي والله. جميله. انا اسف. لا مش اسف ولا حاجه، ده انا بقول لك حلوه. أنا بتقدم. تالين حمدين بتقول أنا بتقدم وبطلب إيد مهند منك يا كابتن إسلام. في حد دلوقتي؟ حتى الراجل ده والله. بيقول لك بتقول لك تالين، على فكرة ده موجود مش أنا اللي قايل، ده موجود على الـ على الـ تالين بتقول لك تتجوزني يا مهند؟ لا انا لسه صغير. اصبري علي شويه. اصبري علي شويه يا تالين. اجمع بس نفسي واظبط ذاتي وبعدين اجيلك. اكبر شويه. ايوه. لا اكبر. انت عندك كام سنه يا مهند؟ انا 13. لا 13 لسه صغير. 30. لديك بعض الوقت، ما زال لديك وقت. لسه قدامنا وقت شويه. خلي الراجل يتبسط شويه يا تالين. ما هو سر الرقصه؟ قال سر الرقصه تاو في الأول. منور الدنيا يا مهند يا أهلاوي يا عسل.